لم يتخلف يوما عن موعد انتخابي. عبد الفتاح الذي تعود عن التعبير على رأيه في اختيار ممثليه يتجه اليوم نحو صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلسين الولائي والبلدي. أنا مواطن طموح، نسنى من رئيس البلدية يراعي الانشغالات نتاع المواطن نتاع الحي تاعو نتاع الشعب تاعو، أمانة كبيرة فوق كتافه يؤدي الواجب، ونسنى كثير. لما سنيت أنا عندي الأولاد تاعي يسنوا دار ثقافة، يديروا ملاعب جوارية، يديروا مدارس، يقيموا بالواجب تاعهم. عبد الفتاح الذي يرى أن الاقتراع أمانة يأمل أن يكون من اختارهم داخل هذا الظرف على قدر المسؤولية. أنا كمواطن كجزائري ديت الواجب تاعي كما ينبغي، وإن شاء الله في المستقبل نزيد نأدي الواجب تاعي لكنا من هاد الحياة. وهاد المنتخب هذا اللي رانا جينا ننتخبوا عليه مسؤولية كبيرة فوق كتافه، لازم عليه، لازم ومطلوب باش يأدي الواجب تاعه كما ينبغي. لكن غلطنا احنا كمواطنين، غلطنا في هاد السيد هذا، وما عندوش الامكانيات وما عندوش النزاهه باش يقيم بالواجب نتاعو، نطلب منه يخلي المكان نتاعو لواحد اخر. الانتخاب واجب وحق، وهو ما جسده فعليا عبد الفتاح الذي يتمنى ان يكون موعد 27 نوفمبر طريقا للتغيير بشكل يؤمن حقوق جيل اليوم والمستقبل.